أنهت الحكومة المصرية حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء العمل في المجرى الملاحي الجديد للمساهمة في تقليل الضغط على القناة الأصلية وتقديم خدمة أفضل للملاحة العالمية التي تعتمد على 7 ممرات على مستوى العالم. وتعتبر قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم، حيث تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر عبر قناة صناعية يبلغ طولها 193 كيلومتراً، بينما يبلغ حجم إيراداتها 5 مليارات دولار سنوياً. وتعتمد حركة الملاحة العالمية على عدة ممرات أخرى، على رأسها مضيق جبل طارق الذي يقع بين شبه جزيرة إيبيريا شمالاً وبين شمال إفريقيا جنوباً، ويصل بين مياه البحر الأبيض المتوسط وبين مياه المحيط الأطلسي. أيضاً يولي العالم اهتماماً لمضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويسمح بمرور 25,000 سفينة سنوياً، بما يمثل 7% من حجم الملاحة العالمية. وتزيد أهميته بسبب ارتباطه بقناة السويس وممر مضيق هرمز، ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ويعتبر بمثابة المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات، وتشرف عمان على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يقع ضمن مياهها الإقليمية ووفقاً للقانون الدولي، وتعبره 30 ناقلة نفط يومياً محملة بنحو 40% من النفط العالمي المنقول بحراً. كما تعد قناة بنما أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وقد بدأ العمل بها عام 1914 بعد أن تم الانتهاء من حفرها بهدف تقصير مسافة رحلة السفن. ويعتبر مضيق الدردنيل ممراً ملاحياً هاماً أيضاً، حيث يربط بين بحر إيجا وبحر مرمرة، بينما يعد مضيق البوسفور آخر الممرات الهامة عالمياً، ويصل بين بحر المرمرة وبين البحر الأسود. 7 ممرات هي الأهم في الملاحة العالمية، بينما تبقى قناة السويس الممر الملاحي الأهم لحركة السفن على مستوى العالم. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.